لخبر تاني، ومحطة صرف صحي بالفيوم تلقي مخلفاتها في بحيرة قارون، وده يعتبر بلاغة مع وجود محطة صرف انقرض السمك في البحيرة وفر المصطفون منها بسبب ان المياه ملوثة، وده تسبب طبعا في قطع رزق الصيادين اللي سابوا البحيرة الى بحيرة ناصر سعيا وراء الرزق بعد موت الاسماك. جريمة. يعد الصرف الصحي بمثابة كارثة بيئية تهدد أهالي الفيوم بسبب الرائحة الكريهة أول حاجة اللي بتأتي في محطة الصرف الواقعة على ضفاف قارون، وطبعا بسبب ان هيكون في جانب اقتصادي يعني يصاب بتدمير كبير جدا لو ما لحقناش الموضوع ده يحدث. ذلك في الوقت اللي بنرى فيه المسؤولين في محطة الفيوم لسه ما اخدوش بالهم او سمعوا عن هذه الكارثة، فاحنا بنبلغ اهو بنشوف الاجراء اللي بيتخذ نحو هذه الجريمه، لان دي بيوت مفتوحه، وغير كده كمان هي مصدر اقتصادي مهم، وبحيره قارون مش حاجه نستهين بيها لما يحصل فيها جريمه زي كده. طيب نروح على خبر من